تمام. شو أخذنا قبل؟ حتى نشوف تذكرونا. خدنا التكست الكتابة وأشكالها، يعني نكتب بداخل ال يعني داخل حدود الرسمة، مثلا نرسم الدائرة، فن أول أداة اللي هي نكتب داخل الحدود، تمام. وعندنا أداة ثانية اللي هي تكون داير مدائر الرسمة، اللي هي ما شلون أقول هي يعني هيك، تمام. والله ما شنو هي أكثر أداتين هذني استخدمناهن، اللي هي داخل حدود الشكل الهندسي وبين الحدود. دي المرور، شو أخذنا كمان؟ ما هذا فتح الدرس الماضي؟ لا أنا فتحت شفتها ذاك الأسبوع. تمام. اليوم رح ناخذ شيء اسمه الباس فندر، دوت من القطع التقطيع ايا يكن، عن مجموعة الدوت اسمه الباس فندر. اذا نحن جينا هذا هيك يكون شكله، تمام، نلاقي هاي الادوات هيك بهالشكل هذا. اذا كانت ما هي موجودة ف ويندو شيء اسمه باس فندر، تضمن تبوس عليها بتطلع هيك بهالشكل هذا. عن طريق الباس فندر فأنا فيني أعمل مجموعة عمليات على الأشكال اللي عندي أنا. مثلا إذا جينا، هي عندي دائرة، أنا نغير بس لون الفيل، نكبر الستروك شوي، تمام، ناخذ شكل ثاني منه وليكن أعطينا لون ثاني. أنا عندي هاي الشكلين، فأنا بدي أعمل لهم أول شيء لنحكي عن أول أداة اللي هي الدمج. فأنا بدي أعملهم دمج يصيروا شكل واحد، ما بدي أياهم كل شكل لحال، فأنا بدي يصيروا الشكلين سوا، هون الشكلين يصيروا شكل واحد. فنجي أول أداة اللي هي اليونت، اتحاد، لما نكبس عليها فشو صار؟ صار الشكل شكل واحد، تمام، بس أخذ اللون تبع اللي فوق. يعني أنا إذا عندي هاي اللون أخضر فأخذ اللون الثاني نفس اللون الأولى، كيف لما بجي بعمل هناك، فشو صار؟ أخذ خصائص الأولى وطبقهم على الثاني، أما الدمج، تمام؟ انتبه على الموضوع بالألوان بهالقصص هدول لما نحن بدنا نعمل الشيء هذا. طيب، اعمل له يونايت، ريتا مثل هيك يونايت، فهو شو صار؟ أخذ اللون نفسه لأنه هو نفس اللون. خلينا نزعفرهم شوي عشان نسعى الباقي معه، تمام. هيك عملنا يونايت. ألو، ايه طيب، عندي الشكل الثاني أو الأداة الثانية اللي هي ماينس برونت، يعني بتنقص بس من الشكل الأمامي. يعني إذا جينا احنا طبقناها هيك، فهو الشكل الأمامي بيقص من الشكل الخلفي، تمام. شوفوا رجعنا إذا مسكناها هون هيك، فهو مجرد ما أكوس عليها فالشكل هذا الأمامي اللي هون راح يروح، راح يضل من الشكل الخلفي، والجزء اللي داخل في الشكل هذا راح يصير فيه قطع. راح نقطع. مجرد ما انا عملت هيك هو شو صار؟ قطع لي الشكل هذا، تمام. تمام. تمام، ناخذ عنه نسخة تاني. هذا جينا نحن قلنا ماينس فرونت، مجرد ما نكبسنا عليها فشو صار؟ قطع لي الشكل اللي من جوه، اللي الخارجي اللي هو الفوق، قطع لي يمين من الشكل اللي تحت. أصلا عندي هذا الشكل اللي هون. عندي الأداة الثالثة اللي هي بياخد التقاطع بيناتهم. يعني سجينا احنا مسكنا هاي الأداة هيك وعملنا، هو شو عمل؟ أخذ التقاطع بين الشكلين، عمل لنا شكل جديد. ماشي، هاي عندي أنا هاي الأداتين اللي هون،
تجي قلت له قوة التقاطع اللي بيناتهم، إنه كل شيء ما له داخل متقاطع بين الأكسجين ومسكنا بالشكل، يعني إنه هيك بعد ما مسكنا ناله هو شايفه هذا التقاطع اللي بيناتهم، الشكلين اللي داخلين في بعضهم أخذوا شيء، والشيء اللي مو متقاطع بيناتهم شو عمل فيه؟ كبه. جينا من هنا ماينس نسخة الرابعة، هي عكس اللي التالتة، اللي هي شو بيعمل؟ بكب التقاطع بيناتهم، تقاطع بيخلي ويكمل. ايه، بيخلي بس المو متقاطع بيناتهم. اوكي ونيجي نكبس عليها بدل جينا وسحبنا هاي، شايفين هون أخذ متقاطع، هون شو عمل؟ أخذ الغير متقاطع، متقاطع. كل واحد صار شكل، يعني أنا فيني أمسك هاي لحال وهي لحال، تمام؟ تمام. فيني طبعا أعدل على الأشكال تبعيت، يعني يكون هذول الأدوات الأربعة نحن أكثر شيء نستعمل منهم اليونيت والماينس برونت، يعني هذول التنتين دول المتقاطع وغير المتقاطع عليه اللي نستعمل، إحنا عندنا أربع أدوات نستعمل أكثر شيء. هي اليونيت والماينس برونت، وعندنا ديفايد، وعندنا تقريبا يعني يمكن الكروب. طيب هلا الادوات الثانيه اللي تحت، اول شيء عند الشيب مود، بعدها الباس فندرز. طيب اذا جينا نحن واللي ناخذ واحده ثالثه عشان يبين عندي الموضوع، لما بجي بقول له امسك هدول بقول له ديفايد، شوف شو عمل، قسم لي كل شكل لها. نرجع نعيدها، جيت قلت له ديفايد قسمون، هو شو عمل؟ قسمون حرفيا، قسمون كل جزء لحال، كل جزء متقاطع بيناتهم سواه جزء لحال، تمام؟ لما نجي نحن نعمل يعني دمج كده. التريم بتعمل دامج بس بتشيل الستروك، شوف بجي بعمل له تريم، شو عامل؟ شال الستروك وقطعه، شايفه؟ من الشكل، من الشكل كل شكل فوق بيقطع من الشكل اللي تحته، يعني طبعا احنا جينا النار تريم، اجا اول شكل هاد متقاطع مع شكلين هو تحتهم، شو عمل فيه؟ قصه مرتين، هذا الشكل تحت الشكل اللي فوق فانقطع مره واحده، هذا الشكل فوق الشيف هو ما صار له، تمام؟ طيب عندي المارج مجرد ما نكبس عليها، فعملنا الدمج الثلاثة بس شال الستروك، نحن هون وقت كنا عم نعمل اليونايت عم بيعمل دمج، بس شو عم بيعمل؟ مع الستروك مع كل شيء، هون وقت عملنا دمج في هاي الأشكال الثلاثة عندي، بدون ستروك. هي الأشكال الثلاثة عندي، لما جيت قلت له اعمل لي مارج، هو شو عمل؟ دمج الثلاثة صح، بس بس بدون شو ستروك. عمل؟ كبل ستروك، ايه كبل ستروك، شوف اللي طلعنا على الشكل هذا لازم نص بعضهم، بس جينا عملنا تحديد هذا ثلاث أشكال هذا شكل واحد، تمام؟ تمام. عندي الكروب بيقص كل شيء غير متقاطع على الأشكال الثلاثة، يعني هاد وهاد وهاد الأشكال الثلاثة متقاطعين بس بهالشكل، هدول اللي هون ثلاثة تون، لما بيجي بقول لك كروب شو بصير فيه؟ عملني بس الأشكال المتقاطعة فيها هون، في الأشكال اللي هون ما هي متقاطعة معهم، فهو شو عمل؟ بكبها، أنا بهمني شو كل شيء متقاطع مع بعض، جينا كبسنا هاي هيك هون أخذناها فرضا حددنا من الكروب، الشكل الوحيد اللي نحن متقاطعين معه هو هاد، هذا ليش دخل فيه هون وهاد هون وهاد هون، فهو الشكل الوحيد المتقاطع بيناتهم ثلاثة داخلين فيه مين هون، الكروب شو عمل؟ عافية.
هنسجل انا ما هي عندنا الاوتلاين جمل نقص عليها. فشو بيعمل؟ بكب الستروك، بكب عفوا الفيل الفيل، وبيخلي الستروك. بس شو بيخلي انت لا بس يعني هاي بس نجي نعمل اول شيء من الجروب. لا هي ما بالجروب نظام. طيب هاي انا جروب. هلا صار عندي كل شيء كلها. هو وقت بيعمل هالشيء شو بيكون؟ بيكون بالجروب، خصوصا بالاوتلاين. احنا بنجي نعمل له ان جروب، بعد شو نجي نتحكم في كل وحده بشكل منفصل. شايفه؟ نرجعنا نعمل اوتلاين سوا هون. اوتلاين دي نانو انا جروب، فطلعنا من الجروب اللي سوا هون. هلا صار عندي كل شيء كل لحال، كل اوتلاين لحال. يعني انا مثلا بدي او هيك هالشكل، هذا كثير بنشوفه هذا الشكل. شايفه؟ صار عندي هالشكل هذا بطريقة سهلة، بدون ما انا اجي ارسم واعمل دوائر وقصص وشغلات وتاع ارسم بالبين تول ومدري شو. لا خلاص، من 3 دوائر طلعت الشكل هذا. تمام. عندي اول اخر واحد عفوا اللي هو ماينس باك، يمكن كان اسمه اي ماينس باك، هي عكس ماينس فرونت. بس بدل ما يقص مثلا، يعني ناخذ دائرتين، بدل ما يقص الخارجي بيقص من الداخل، دي لبسناها هيك. هذا العنصر اللي فوق. تمام. اوكي هذا العنصر اللي فوق، وهذا العنصر شو اللي تحت. فاللي تحت هو اللي راح يروح، واللي فوق هو راح يبقى. شايفه؟ هذا اللي فوق وهذا اللي تحت. راح وقت نجي نحدد الشكلين بنقول له ماينس باك، فالشكل الخلفي راح يروح والشكل الامامي شو راح راح يضل. يبقى. تمام. هي عندي نحن الباس فايندر بشكل البسيط نوعا ما، التطبيقات البسيطة. طبعا لها تطبيقات كتير 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 كبيرة كتير مستعملة، وهلا راح نعمل تطبيق عملي صغير عليها. في أدوات منها كتير ما بنستعملها، جروب مثلا ما بنستعملها، المرج والتريم كمان ما بنستعمله. أكثر شيء ممكن نستعمله هو الديفايد. قليل كتير، مو من ما بنستعمله بس يعني قليل كتير. نحن حتى يلزمنا إنه نحن نستعمله. تمام. عندنا اليونت ممكن نستعملها كتير نحن، عندنا الماينس برونت كمان ممكن نستعملها كتير، الديفايد نستعملها كتير كتير. فهدول الشغلات اللي على طول تلزمنا ممكن نطلع فيها أشكال هي. بس في أشكال تانية أو أدوات تانية ممكن تلزمنا إلا بالقليل القليل هيك بالأيام. تمام. طيب بس هاي تمام. عندنا نحن انه هالشكلين هدول، اذا بدنا نعملهم نحن. انا بدي ارجع هيك بس شوية شغلات، بس كمان نركز على الموضوع لانه كتير بيلزمنا بالتصميم. تمام. على الستريتر بالذات، نحن اليونت هي تدمج تاخذ لون الفوق. يعني اذا جينا غيرنا اللون هذا حطيناه هيك، شو صار؟ اذا دمجته هياخذ لون اللي فوق. تمام. طيب ناخذ من النسخة جزء الماينس فرونت، أو شو عمل؟ قص الشكل الخارجي من الشكل الداخلي. طيب هون راح ياخذ التقاطع، تقاطع وهون راح ياخذ من غير متقاطع. تمام. تمام وعلى طول نحن لما ننتبه على الموضوع
نيجي نقول له هيك فوق، شو عم يعمل؟ بياخد دون اللي فوق إلا في الماينس، طبعا الماينس اوريدي هو بيكب اللي فوق، هو بياخد لون شو؟ لون اللي فوق، مع إنه هي حمرا، هو لازم تضل حمرا. نيجي نقول له إنه خلي غير متقاطع، هون خلي المتقاطع، هو على طول بياخد لون شو؟ اللون اللي فوق. تمام، طب أول كم لون؟ تقولوا لي صورة شلون طلع معكم، لما بيجي بنقص معكم فصلوا لي اياهم، مثل ما نحن بنعمل لما عملنا اليونت، شلون نحن جينا فصلنا. لما تمام بنجي هيك عاملين نحن اليونت، قالوا له انا جروب بعدها فصلوا. تمام تمام، تمام اعطوني صورة على الجروب. اها خلاص شاشة عندكم شو نستا مبين عندكم؟ اها تمام، زين احنا عندنا رسمنا دائرة ليكن هيك، رسمنا فيها لون أبيض مثلا، ناخد ستروك، باخد ستروك اوكي. تمام، عندي هاي الدائرة أنا، تجينا أخذنا من كنترول سي كنترول بي، بس أنا عندي نسخة تانية صغيرة شوي، يكون هيك. تجي نتأكد بس إن هي محاذاة لفوق، فنحن بنجي بنقول له لاين تو سيلكت، بعدها بنقول له محاذاة لفوق عشان نتأكد إن هي بالضبط طايرة فوق، هذا بنجي بناخد نسخة تانية كين، أخذنا نسخة تانية بعد نحدد مع الكبير الدائرة الكبيرة، بعد نقول له اللاين بوتن لتحت عشان نتأكد إن هي بالضبط محاذاة مع الدائرة تحت، هذا بنجي ناخد نسخة كمان نحددها مع الدائرة الكبيرة اللي هو اللاين تو رايت، يعني نتأكد إن هي بالضبط على اليمين، بعد بنجي ناخد نسخة تانية ونحددها مع الدائرة الكبيرة نقول له align to left. هلا صار عندي أنا 4 دوائر جوا، دائرة واحدة برا، جينا وحددناهم كلهم نحن، بعد عملنا ال base finder أعطيني divide، بدل ما تعطيني divide فهو قسم لي إياهم. تمام، حلو هالعكس. طيب أنا هلا بدي أجي أعمل دمج نوعا ما، إذا جينا مثلا أخذنا هذا الشكل، الأول شيء نعمله on group، لأنه على أي شيء بالباس فندر اللي تحت مجرد ما أنا أكوس عليه فهو راح ياخد راح يعمله ان جروب، أنا بعمله ان جروب عشان نتعامل مع كل أداة لحالها. جينا أخذنا هالجزء هذا هالجزء هذا هالجزء هذا مثلا وهالجزء هذا، قلنا له يونايت، هما صاروا لون واحد، نجي ناخذ له لون مثلا وليكن هيك. بعد جينا أخذنا هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، قلنا له يونايت، بعد نجي ناخذ له لون يكون هذا مثلا، بعد نجي ناخذ هذا الجزء هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، قلنا له يونايت، نعطيه لون يكون هذا، بعد أخذنا هذا الجزء قلنا له يونايت ليكون، خلينا نعطيه هذا اللون، هذا الجزء مو لازمني. فأنا شو صار عندي؟ صار عندي هالشكل هاد، شايفين هون ما كتير كانت المحاذاة صح، فطلع عندي هالشكل هاد. تمام، صار أنا عندي هالشكل هاد اللي هون كنا نعتبره كلوجو نوعا ما، جينا مثلا أخذنا نسخة عنه ونعمله جروب. هنا أخذنا نسخة عنه مثلا، خلينا نقبل والفيل بلا، نزود شوي الستروك، بعد جينا بنا فوق، صار يعني شوي ممكن أفضل شوي. بس عنا شوي شكل نوع ما أجمل.
تمام، جينا احنا على هذا الشكل هذا، صغرنا شوي، صار فينا احنا مثلا نجي على التكست، نراجعنا شوي على التكست، لانه اللوجو، اللوجو او نيو لوجو مثلا. اتخذناها صفينا في مثلا نعطيها كل مرة وبرنا كتير. إذا جينا مسكنا هلا هون صفينا نغير مثلا التكست تبعه اللي كلمت نفس التكست. تمام، فنوعا ما نحن من خلال بس فندر بس 5 دوائر نحن عملنا هذا الشكل. طبعا نحن الجريدينت طلع من على السريع 4 جريدينت، نحن فينا نختار الجريدينت تكون قريبة من بعضها شوي أو متقاطعة شوي أو متناظرة شوي بالألوان، فبيطلع الشكل عندي أفضل من هذا. تمام. زين استاذ، سؤال بس دقيقة. ايه استاذ، العفو، اردت اسال سؤال، شلون مثلا احنا هذا اللوجو ندمجه بشكل كامل بدون ما تكون متقطع؟ هلا هو مو متقطع، هو 4 أشكال تجينا احنا. هو 4 اشكال، تمام، يعني بس شلون اسويه انه ما يكون 4 اشكال، بحيث من اضغط عليه ما ينضبط، ما اريد يكون هيك. هو شكل واحد، تمام، هو بالنسبة لنا شكل واحد جروب. لما أنا بجي بمسكه، تمام، أنا بمسكه بالدايركت سيلكشن، بمسكه بالسيلكشن عادية بمسكه كله كامل. بس أنا إذا جيت أعمل فلو دامج هو ما راح يمسك فلو دامج، هياخد لون واحد. أنا اللعبة تبعيتي بالألوان بالجريدينت نفسها. مثلا لما نجي احنا على درس الظل بدون الافكت ان شاء الله، كان يعني شيء اسمه دروب شادو، نجي بنعمل دروب شادو. جينا جربنا هلا شلون بيطلع معنا، جينا هيك بنعمل افكت هاي دروب شادو، ف يبلش ياخذ ظل هون. طبعا في طرق احسن من نطلع الظل، اللعبة تبعيتي أنا. وين اللعبة تبعيتي؟ اللعبة تبعيتي بالظل بالألوان. أنا إذا جيت أعمل لون دمج لهال4 أشكال اللي عندي، يعني 4 1 2 3 4، إذا جيت أعمل لون دمج راح ياخذ لون واحد كمان أبدا. بس لما أنا بجي هو أوريدي هو جروب، أنا بحركه جروب، غير إذا دخلت على الجروب حددت شقفة منه أو جيت بإعداد دايركت سيلكشن حركت جزء منه. تمام، لما طالما انا مستعمل السلكشن تول العاديه السوداء، انا محرك فيه خلاص هو محرك جروب. حتى لما بخرجه انا بخرجه ك بي ان جي، بخرج بي ان جي كصوره واحده يعني كلوجو، بستعمل على الفوتوشوب بستعمله باي محل تاني. بس انا اذا جيت عملت لون دمج للاجزاء هاي وين يكون فور، حياخد لون واحد، لون واحد. ما عاد فيني انا اتحكم في الالوان. تمام، تمام. طيب لناخد تطبيق تاني، لكن هدول الجروب فينا لكن هيك رسمنا على اللون، نعطي لون اللي يكون أبيض الستروك كان عندنا شغل بالباس فندر ما حكينا عنها. إذا جينا هنيك أخذنا شكلين، هلا أنا بدي أعمل شو ماينس فون. إذا جيت بس قلت شايف هون في شيء اسمه اكسباند مفعل، شو هاد الاكسباند فايل؟ اذا جيت كبست الت كبست على الماينس بتفعل الشكل عندي. هون لسه هو ناقص، هون انا عندي الحريه انا اشوف الشكل كيف بده يطلع معي. هي بس شايف انا كيف انا شايف الشكل عندي كويس مو كويس؟ تمام، مشي الحال اعطيه اكسباند خلاص طبقه. تمام،
تمام. يعني أنا لسه هون، لسه ما أكون لسه مو موجود. مفعال عندك، لسه مو مفعال عندك. يعني هو طبق بس كشكل مرئي، يعني مثل ما بيقول شنو هيك عملناها، قلنا له ألت بس مشان أنا أشوف أنا الشكل كيف بده يطلع عندي. شايفة الله هيك؟ ايه تمام مسكك يعني. وليكن انا هيك مثلا عجبني، انا بتحدد الشكلين الاكسباند خلاص تمام. هو اصلا نيجي بناخذ نحن الشكل هذا عنا هلا، اذا جينا على الروتيت قلنا له عملي نسخة اول من هون اسهل، اصلا روتيت أهو. طيب ماشي، حدده كله ترانسفير روتيت نضغط مانيوال نعمل كوبي. أنا صار عندي شو شكلين، اثنين اثنين نعمل لهم ذات الأيتم بالنسبة للأرت بورد. ليكن هذا الشكل هيك أحسن مناسب بالنسبة لي. جينا عندنا الفريم أول لغالي شو اسمه نستروك. الستروك، نعطيه ستروك عشان يطلع الوضع علينا. جينا عندنا هذا الجزء هون ده بس، هاي أخذنا من هذا الشكل أول شيء عشان يقص الورق من بعد هذا لورا ترانسفورم. شفت باك تمام، هنا حددنا هلا نال ترين هذا الشكل. أنا هذا اللي هون ما هو لازمني هذا ما لازم وهذا ما لازم. أنا صار عندي مثل هالشكل، تجي نختار الدائرة مثلا هون نوعا ما في الحال. نجي ناخذ الشكلين الله في يونايت يصير شكل واحد. بعد خلينا نعطي نسوي هذا اللون، لا هذا اللون أفضل شوي كمان نفس الموضوع. عندي بطلع أحلى من هيك في السريع ناسك بس ما هيك الأوكو يعني يوضح. شنو بدأ تحت كتبنا؟ شو نكتب؟ شو نفكر؟ ما بعرف. فأنا عندي هذا اللوجو هيك حكينا. كمان نجي نعمل جريدينت مثلا بالورا. نعمل هذا هو أرنت سنتو باك. هذا هود هذا اللون مثلا. فأنا نجي هذا الجريدينت. هلا من هون بلش هيك. نوعا ما زيادة بس يعني تمام. فنحن فعليا عم نرسم أشكال أو أيا يكن عن طريق شو، عن طريق
الباس فندرة، فكرة إن أغلب العالم اللي بترسم لوجو برسمه أشكال، برسمه عن طريق الباس فندر، كنا برسمه دوائر، يعني نختار دول بس عشان أي جروب هذا كمان تمام. بيجي بيرسم دوائر هيك مثلا، يعني نعطيه بس ستروك، بيرسم مجموعة دوائر، يعني يكون هيك مثلا، هيك مثلا، يعني بيرسم دوائر على الشكل نفسه، بعدها بيجي بياخد التقاطع تبع الأشكال، هذا مثلا هذا الشكل بقلك، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل، بعملوا هناك، يعني شو؟ عملوا دمج لهالأشكال هاي اللي هون. زين مثلا بدكم موضوع فيديو على اليوتيوب لواحد أجنبي، كل شغل اللوجو تبعه هيك بيجيب شكل، يعني يكون الشكل مثلا تجي نفسنا على جوجل، شو نعمل مثلا روزيل، هنا طلعنا على الصور، طلع على صورة نحن مثلا من اللوك الغزال، نحن طلع على صورة تكون منيحة بالنسبة لنا لنرسمها أساسا. مثلا هاي جينا سحبناها، تمام سحبناها، حملها، طيب حملها، قلنا له الصورة، أي حفظ، سيف، هنا أخذناها حطيناها هون، بعدها تمبلت، جينا نحن بعد رسمنا دوائر، بلش برسم هنا الدوائر بقى، بعد بيعطي الدائرة لهون، بس نجي أعطيه لون أبيض مثلا، أو ستروك، أسود، أبليف، أبليف، فبيبلش بيرسم هنا هيك، هيك هاي مثلا ظابطة، هيك هون. هيك ظابطة هون، هذا بياخذ وحدة كمان هيك هون، بياخذ وحدة كمان هون هيك، ياخذوهم كلهم هذا، هاي القطعة اللي بدي اياها، نخش نعمل له انجروب بس. هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء، عملوا يونايت، بعد يجب أضبط هاي النقطة اللي هون، بعد هالأشكال هاي كلها اللي هون شو بيعمل فيها؟ بكبها، يعني بتطلع بطريقة أفضل من هيك، هاي كشكل شو سريع. بعد فيديو بيرسم الأرن الثاني، جينا هيك نحن أخذناها، طبعا هنا ما بياخذ نفس الصورة بالضبط، يعني ما بياخذها هيك، فهو راح يعمل التناظر، فبياخذ هذا الشكل ها، بيعمل له روتيت، أنا لما أرسلت أحسن. كوبي هذا الشكل ما عايزينه، فرجوا رياضة الشكل ايه، نفس الموضوع الجروب، هذا الجزء ما هو لازم
هذا الجزء ما هو لازمني، هذه الأجزاء تمام. أي هيك طريقة نوعا ما سريعة، شوي في فيديو بعد تكون يبقى أفهم الموضوع بالضبط شلون بيمشي على أساس فيكم تطبقوا عليه تمام. في أي سؤال على الوصل؟ نعم أكون طب وهي الأشكال اللي احنا أخذناها هلا، ماشي. يلا نيجي نحن أول شيء رسمنا نعطيها لون بس، نيجي أول شيء رسمنا دائرة، هاي الدائرة الأساسية أنا عندي إياها تمام، أخذنا من النص تمام بس عندي دائرة تانية قطرناها شوي اللي يكون هيك تمام بالنسبة لي. قد هنا أول شيء بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسلكت بعطيني هي ديفولت فوق تمام. إذا باخد نسخة تاني طيب ماشي، بنعمل كنترول سي كنترول في وبعد بسحبها يعني بتأكد إن هي لتحت، عددها هي والدائرة ما عدا الدائرة اللي فوق، هي والدائرة لتحت. بعد باخد من النسخة، عددها هي والدائرة الكبيرة، باخد من النسخة عددها هي والدائرة تمام. أنا عندي أربع دوائر، الدائرة اللي جوا في تحددتهم كلهم، قلت له ديفايد هو شو عمل قسمه تمام. هو شغل بعمله بقى الجروب، صاروا انا جروب بالنسبه لي. تمام هلا انا بقى بدي اعمله الشكل بشكل متناظر نوعا ما، يعني زيد اخذ هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل، قلت له فصار عندي اول شكل هذا، فانا بدي اشكال باقيه تطلع نفسه. انا شو عملت؟ اخذت هذا اللي هون وهي شوفه وهي شوفه وهي شوفه، اثنين اربعه، بعمل نفس المبدا تماما بالنسبه للشكل اللي بعده. هاي واحدة اثنين ثلاثة وهي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الشكل المصطلح لازم. فأنا صار عندي الأشكال كلها نفس بعضها بالضبط، بسم طلع لي الله شو أعمل؟ لونه. تمام شايفه كل الاشكال الاربعه نفس بعضها لازم تكون متناظره بهالشكل هذا بالضبط. نحن بنستعمل لازم تكون متناظره، نفس الشيء بالنسبه للثاني. حسبنا احنا اخذنا هذا لهون كمان، هي دائره جديده رسمت هيك، هذا اخذ من النص وليكن هيك، حددت التنتين قلت له Alt بعد ماينس فرونت، هو شو عمل؟ وصل لي اياها تنعك، بدي معلش انا بدي اياها تكون هيك مثلا مناسبة. ايه تمام، هلا بجي بعمل له بحدد التنتين، بعمل له شو دايرس في اي اكسباند تمام. هلا عند هالشكل هاد قلت له ريفلكت لا ما من هنا روتيت ابطا اي روتيت يعني مثلا هاي كوبي بس عندي الشكل ها خدنا يكون هيك منيح هيك نوعا ما منيح. send to back عشان اقص منه ارجنج send to back، مسكت الشكلين كله فهم رم مثلا كلهم انا جروب هذا الشكل ما هو لازمني، هذا الشكل ما هو لازمني كمان
هاي احنا عم نرسم هيك بشكل سريع، هو لازم يكون أفضل، لازم يكون هي، وهذا الشكل ما هو متنظر زيادة، لازم يكون نفس الأحجام بس تقريبا يعني نوعا ما. تمام، جينا حددنا أنها لون جروب، ما حددت كله لأنه ما نعمله مرش. هالشكل هذا أنا عندي بكروب ليك نفس الشكل هذا اللي هو مصطلح هذا أفضل شوي معنا، شايفين؟ فبالنهاية الموضوع أنتوا تجربوا في إيدكم، شوفي أشكال في قناة على اليوتيوب لها شاب بس أجنبي بيعمل لوجويات عن طريقة هاي، يعني أنتي قادرة بالأشكال الأساسية الدوائر والمربعات وال باث فندر ان انت تعملي لوجويات كتير حلوة، راح تفاجئ ان في كتير لوجويات معمولة بالباث فندر اساسا بيعملوها بالباث فندر، بعدها بيعطوها جراديانت حلوة فبتطلع بهالشكل هذا صح، حلوة، صح. الجمالي. اه يعني لو واحدة هذا عالم تاني.